إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قضت المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط اليوم الاثنين بإدانة الصحفي حميد المهداوي مدير نشر موقع بديل بعام ونص ديال الحبس النافذ. كما قضت المحكمة المذكورة في الدعوة القضائية اللي رفعها وزير العدل عبد اللطيف وهبي بإدانة الصحفي بغرامة مالية قدر 150 مليون سنتيم لفائدة المطالب بالحق المدني. وكان دفاع وزير العدل طلب في آخر جلسة قبل إدخال الملف في المداولة الحكم على الصحفي المهداوي بأقصى العقوبات، مع المطالبة بتعويض مدني قدره 10 ملايين ديال الدرهم، أي ما يعادل مليار سنتيم. كما طلب دفاع وزير العدل افتحاص مالي مداخل القناة الخاصة بالصحفي المهداوي على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، وتحويل المداخل ديالها بناء على أمر قضائي لفائدة مؤسسة خيرية. وتقدم الأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي بشكاية كيتهم فيها صاحب موقع بديل حميد المهداوي ببث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة من أجل تشهير الأشخاص والقذف والسب العلني وفق مقتضيات القانون الجنائي. وفيما يلي غنقدمكم جوج ديال الفيديوهات. الفيديو الأول غادي يتحدث فيه السي حميد المهداوي آخر مرة بعد صدور الحكم ديالو، وتعليق الأخ محمد طوجني على هاد المحاكمة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء. انغراس موقع بديل الإخباري في قلوب المغاربة، هذا إن دل على شيء إنما يدل على ثبات موقفنا الصحفي المستقل وعلى أننا نسير في الطريق السليم. فشكرا لكم بلا حدود، ما كنستثني حتى شيء واحد. عندي كلمة مدام رسالة للمغاربة، كنا واحد القلة هم قليلة جدا. وجدت بعض التدوينات تقول، والله ما لقيت الوقت غير بعض المرة كان ساكن يقول لي شي واحد شوف هذا الرابط. البعض يقول المهداوي هذه هي المؤسسات التي تشكر، هذه هي المؤسسات، ها هي المؤسسات قد ردت عليك بالشكر. أقول لهم كنت أؤمن بالمؤسسات وأنا أمام القاضي الطرشي، كنت أؤمن بالمؤسسات وأنا أمام القاضي الطلفي، وكنت أؤمن بالمؤسسات وأنا أمام محكمة ابتدائية مكناس، مكناس كذلك حكمت في مكناس، كنت أؤمن أمام محكمة ابتدائية في سلا حكمت في سلا، كنت أؤمن أمام محكمة ابتدائية في الحسيمة وأمام السناف. واليوم ازداد إيماني بالمؤسسات، لأنه لم يثبت التاريخ هيكل أو إطار للعيش المشترك والإنساني في وبطمأنينة إلا في إطار المؤسسات. كنا نحترم وكنا نتعامل ونقدر المؤسسات، نحن لا نقدس الأفراد، إذا كان شي فرد لا نحن نحترم المؤسسات بصرف النظر إن شاب شي مؤسسة من المؤسسات شي انحراف أو لا شيء من هذا القبيل، ولا أعني بهذا القول المحكمة المقرة مصدرة الحكم. إذن هذه نقطة تكون محسومة، المهداوي يؤمن بالمؤسسات وسيظل في هذا البلد يؤمن بالمؤسسات، وملفاته ومرافعاته وطعنه وشكواه كلها سيضعها أمام المؤسسات، وأي قرار قالته المؤسسات مرحبا به. بخصوص المحكمة الموقرة مصدرة الحكم، لن أقول كلمة في الحكم. أتقول لي علاش المهداوي؟ أولا لم أطلع على الحكم ولا أعرف الحيثيات التي سيعلل بها السيد الرئيس حكمه، هذه واحد. جوج، أنا لازلت بريئا بمقتضى الدستور بمقتضى قوانين وشرائع الكون، لازلت في نظر القانون والمؤسسات أتمتع بقرينة البراءة. سأذهب إلى الاستئناف، لأن الاستئناف هو إعادة نشر الدعوة العمومية من جديد، وسنكون أمام هيئة مكونة من أكثر من قاضي. اليوم قاضي واحد قال كلمته، الآن سنسير إلى القضاء الجماعي وسنعيد نفس المعطيات وستنقدم بنفس الحجج، وسنقف أمام الهيئة الموقرة بكل الشموخ وبكل الأصالة كما وقفنا أمام المحكمة الابتدائية. لهذا ما غنهضرش في الحكم. عندي نقطة أخرى كذلك
تتعلق بالمشتكي وزير العدل عبد اللطيف وهبي. سي وزير العدل عبد اللطيف وهبي، انا نقرا عليك ياك، حنايا كنهلو من القانون الفرنسي من فرنسا مزيان. ماذا تقول؟ شكون هو حارس الاختام في فرنسا؟ حارس الاختام للجمهوريه هو اسم، هو الاسم غير رسمي لوزاره العدل الفرنسيه. تعود تسميته بهذا الاسم لكون اربع صكوك من صكوك الفاتيكان موجوده في فرنسا منذ سنه 481 751. مهام وزاره العدل تكمن في الحفاظ على الامن الدستوري القوي للبلاد، فتح ملفات فساد ومقاضاة وإعادة نقد الأحكام وترسيم عمل المحاكم وأعمال الحكومة مثل المراسيم والمعاهدات والفصل بحساب، وهي واحدة من المهام الرئيسية لوزير العدل. دابا السيد وزير العدل المحترم، قلتي نصفاتك أكادير وكتنتظر الرباط، دابا الرباط نصفاتك ياك، وقلتي لكل مقام مقال ياك، وخرجت دابا هاد، دابا هاد وزير العدل فرنسا هو شنو كيدير؟ هو اللي كيحافظ على الامن الدستوري القوي للبلاد وفتح ملفات، وخرجت في الاعلام ياك وتحدثت، ليس بصفتك مواطن عادي، لا 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 لا، انا غنعطيك واحد الماده مهمه جدا في هذه الواقعه، الفصل 266 ماذا يقول؟ يعاقب بالعقوبات المقررة في الفقرتين الأولى والثالثة من الفصل 293 الأفعال والأقوال والكتابات العلنية التي يقصد منها التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور الحكم غير القابل للطعن. احنا عندما كنا نناقش لم يكن هدفنا التأثير على الحكم أبدا أبدا، قلتها في النهار الأول، علاش خرجت؟ لأن لقيت هجوم داير عليا برا، المهداوي يطرد، هو كانوا كيصوروني أنني عنيف وسط المحكمة، فكنت كنقول لهم لا، مادام نتوما ما كاينش اللي حماني وسط الاعلام رانا متهم، متهم حلقه صغيره خاصني نشرح. جوج، وجبت لكم دائما الحكم ديال المجلس اعلى السلطه القضائيه بخصوص المستشاره محكمه النقد اللي اتصلت هاتفيا بهيئه قضائيه، وفي المحكمه المجلس اعلى السلطه القضائيه قال هذاك لا يعتبر تدخل ولا تاثير، علاش؟ لان ليس لها سلطه على الهيئه، وحنا قلنا وزير العدل ماشي حيت انا ما عنديش السلطه، أنا ما عندي حتى سلطة، بينما السيد الوزير عنده سلطة، يفتح المحاكم، يفتح الملفات، يوفر الموظفين، وهلم جر. هذه قراءة ديالنا، هذا تقييم ديالنا، هذا رأي لنا. وشكون اللي كيأكد هذا الشيء؟ خرج عدد من القامات الفكرية والسياسية. السيد الوزير هذا ماشي، هذا محامي، هذا وزير سابق محمد الخليفة، قال ربما يتفهم منه توجيه للمحكمة، تدخل الوزير في ملف التأمل يقدر يكون يتفهم منه توجيه للمحكمة. قالها مصطفى الخلفي وزير اتصال ناطق رسمي باسم الحكومة المغربية، قال لك لا يجب الحديث على واحد في السلطة التنفيذية على نوع أطر. قالها كذلك محمد نبيل عبد الله، كان وزير سابق، كان وزير الاتصال وكان وزير السكنة وأمين عام حزب سياسي، وشد الناس ما قالوا هذا فعل غير مقبول، غير ما. والفصل 109 من الدستور يقول لا يتلقى القاضي باش، انا ما كنهضرش على المحكمة مرة أخرى، تنقول لكم انا كنناقش ما خصوش يهضر كوزير، لحقاش ماشي متهم، لحقاش انت ماشي مواطن عادي، المواطن ما عنده ما يأثر على القضاء ولا على المحكمة، المواطن ما عنده باش يأثر لأنه ما عنده بعيد. إذا السيد الوزير تحدث في ملف كان قيد التأمل. نقطة أخرى السيد الوزير المحترم، واش نزيد نقول شي كلمة عليك السيد الوزير ولا نحبس؟ ما بقى ما عندي هذا السيد الوزير، عندي واحد السؤال، دابا حكمت لك المحكمة ب 150 مليون، أنا سؤال هذا والله ما عندي، نحيدوا هذه المحكمة، كنسول، بغيت ما كرهتش أنا المغاربة، ما كتبوا لي عاد التعليق اللي عنده شي حكم بشالوا ولده وتقطعوا له رجله شحال كيتعوض، هذا إذا افترضنا أنا بريء من هذاك الشيء. أنا كنعرف الناس كيتقطعوا لهم رجليهم كيموتوا في كسايد مليون، والله ما بغيت نقول لكم على الحاجة، أنا فقدت نسابي، فقدوا جوج، ماتوا جوج كسايد، جوج اشوفوا المغاربه عندي جوج، وراه هضرت عليه واحد المره في الاله، والله ما داو 4 دريال، ماتوا مهم ترزات فيهم، ترزينا فيهم، تصور بحال اللي ماتت ماشي دبانه، يا ربي ماشي دبانه وكرمنا بني ادم، ولكن تقول لك تصور ما داو حتى 4 دريال ديك الام، ولدت ولادو كبرتهم وعزاله باش يردوا عليها، في حادثه سير ماتوا، واللي قتل ما عندوش البيرمي، واللي قتل ما عندوش بيرمي ومتشد حتى نهار وسير. خوتي مغاربة السلام عليكم. سمعت قبل قليل واحد الخبر محزن، واحد الخبر اللي يسيء إلى بلادنا
يسيء إلى الديمقراطية في بلادنا، يسيء إلى العدل في بلادنا، يسيء إلى الحكومة، يسيء إلى الصحافة، يسيء. ما فهمتش، مثل هاد الأخبار ما بقيناش بغينا نسمعوها، ولينا خصنا نخافوا على ولادنا، نخافوا على المستقبل. دازوها في السبعينات، دازوها في الثمانينات، دازوها في أوائل التسعينات، ولكن 2024 دوزها. سمعت بأن الأخ والصديق حميد المهداوي حكم عليه سنة ونصف سجنا نافدا و150 مليون كتعويض لفائدة عبد اللطيف وهبي. غير تصوروا معايا هاد الخبار ولا هاد الحكم لا يشرف الحكومة المغربية. بس صحفي الناس كيقول لك لا راه دوا، خلينا من الهضره خاويه. السيد كيتكلم بالوثائق، كيتكلم كيحط اسئله، السيد كينور الراي العام، نجيو زداف نزل عليه باش نسكتوه. بغينا نرجعوه للسجن، حرام، الله العظيم حرام. انا كنعلن التضامن ديالي اللامشروط مع الاخ حميد المهداوي. دوزت هاد المحنه، ما نبغيش شي واحد اخر يدوزها، وما نبغيش اخ حميد مهداوي ولا غيره حيت قال شي كلمه اللي ما عجبات شي مسؤول راه ندخلوه للحبس. وكنا كنعيبوا على الجزائر، كنا كنعيبوا على تونس، على بعض الدول الديكتاتوريه، ولكن باش حنا نوليو بحال هكا راه صعيبه، صعيبه بزاف. حشومه، واش عاوتاني خاص جلاله الملك يدخل؟ واش عاوتاني المسؤولين كنتكلم على اللي مورا هذا الشيء، هذا وزير العدل ما كاينش اللي غادي يحبسوا في هذه البلاد؟ واش اخ نوش اللي تا هو داخل في هذا الملف هذا ما كاينش اللي غادي يحبسوا في هذه البلاد؟ راه ما يمكنش هذا الشيء، لا حول ولا قوه الا بالله. زعما اش غنقول لكم؟ الكلام ما عنديش. انا تكلمت دابا مع خويا حميد، عبرت لي على التضامن ديالي والتضامن مع زوجته ومع وليداته، وقلت ليه زعما الا خاصنا نديروا شي حاجه نديروها كاملين، الا خاص والله ما عرفت، انا براسي تالف لان دازت عليا. وداكشي اللي كيحس به حميد المهداوي حسيت به، داكشي اللي كتحس به الزوجه ديالو، داكشي اللي داز على الزوجه ديالي، المحنه. وهبي ما مسوقش، وهبي ما مسوقش. العداله بعدا قالت 150 مليون، هو قال كنطلبها مليار، وبان غير تواضعا مني طلبت مليار، اما راه تكون اكثر. ساعه جات المحكمه وقالت لك لا راه ما كتسواش مليار، 150 مليون. 150 مليون كتبان لي مهم، مواطن عادي، الطبقه المتوسطه، قلتي لنا غني وهذا وقيمتك وهذا، ولكن الطريقه باش كنتي كدوي السي وهبي وكتكلم على الملف ديال حميد المهداوي، وقلتي بان القضاء انصفك في اكادير وسينصفك، يعني كنتي متاكد انك حميد المهداوي سيدان، كنتي متاكد. وبغيت مني قلتي انصفك في اكادير، القضاء لم ينصفك، القضاء ظلمني، القضاء طعم الكبرى انه ظلمني باسم جلاله الملك. وهذا الظلم قصحني بزاف، قصحني كظلم، لان حرمني 6 شهور من حياتي، من عائلتي، من ولادي، من خوتي، عيالاتهم، ولادهم، العائله، اصدقائي، وكنت في العزله، هذه وحده. وظلمت باسم جلاله الملك اللي هو عزيز عليا بزاف، ليس تملقا، انا كنقولها عزيز عليا بزاف. عرفت شنو هو ملي تكون عزيز عليك الملك وباسم الملك كيدخلوك للحبس؟ لم ينصفك قضاء اكادير، ظلمني وتدخل عاهل البلاد وانصفني واعطاك صفعه ورجع الامور النصاب ديالها، يعني لم تنصف في اكادير ولن تنصف في قضيه حميد المهداوي، لن تنصف. الله يدير شي تاويل الخير، كل التضامن مع الاخ حميد المهداوي، وما نساوش الاستاذ زيان، ما نساوش دراري دريف، ما نساوش قديميزيك، ما نساوش المعتقلين الاخرين. الله يطلق سراح الجميع، وخصنا واحد الانفراج حقوقي في المغرب ونحتفلوا به، ونعاودوا نديروا واحد الانطلاقه
حقوقية صحيحة مبنية على المسؤولية ومبنية على الحوار، لا سب لا شتم، ولكن يلعبوا الدور ديالهم والاخرين يجاوبوا بالطرق اللي هي متاحة لهم من غير العدالة ودي فلان وجي فلان. والمهم يكون خير. انا كان ديو مصدوم بهادشي اللي سمعت، وكنتمنى من خويا المحداوي يكون قوي وحنا معاه. كنظن ماشي بوحدي، غادي يكونوا الالاف ديال الناس في المغرب، وما نكونوش غير تضامنا في مواقع التواصل الاجتماعي، خصنا حتى على ارض الواقع.